انا عدو غا الموضوع سما يمكن على حسابي وذا المال غاهم غانا دناني كتاوا غاهم بوغانا ذوني انت. المهم الموضوع هو قناص الازمه الابناك المغربيه سما لابد مكور ثوارات اخون دن السجا ايث ما ذي اسماء اريفيين تريفيين باش هذوم دن سفكا لان مع الاسف يقدر يغاب اجن اجن مرض غريفيين انت تويا الطاس يخصيش كورا موا كورا موا غاس تسفكا كورا موا يعرفين التنغزد تسمى ما استقع ما تعقرد ما هو تعقف سوينين خارس تم الديثة أنق أن سيور شوية تيث ما دي اسمع خل موضوع الأبناك ذي الأزمات تسمى كريزيس إذي أوضانت أواني أتنيني وزي سنفتخ عني سيرين نخوك جنة أواني تسمى الحملة إذي بذان يري في ينز قوامي بذا الحراك نسور خل الأبناك نسور خل المقاطعة على الأبناك نفتح كذلك الطص الاختلاسات الطص من تخونا خاصة اسم كليو نخزو بناء ينجان ذي ريفيين خاصة ريفيين أوروبا. لكن قبل ما نبدأ ذي الموضوع قبل ما نسيور خل المستجدات ذي الأرقام أنه لابد أن ينير إجم ووار سما يتوضى نغد سما زي مدوكار زي زي رعشات زي فاميليا لابد أن ينير إجم ووار يثمثنا خذي يثمثنخ أنيني باللي لازلنا على العهد وأنستمر أنفضح مار المؤسسات المافيوزية المؤسسات المستعمرة مغربية خاصة المسمات زورا بالأبناك واثن تنفضح طوال حياتنا ومن غن كندع نتجا أنقي من فتح ربان كوثا أرغى يوض أريفي الذي اقتنع ونقعب مية بمية لكن التصير فيا إغى يوضا اقتنعا إلا المؤسسة فينا توقنت فقط باش أشك عصانت يعرفي أشك السمصانت أذا شاشانت أش الجنت ذا معاش ذا متى أش الجنت ذا عاين. إذن أنا قيم انتراغة من غان كندا مكور ثوارات مري ماذو ساغد الفرصة انتراغة يريفيا أذك سن 8 سن زي الأبناك من المستعمر المغربي خاصة تجاري وفا بانك البنك سميك جان محمد علوي كذلك البنك الشعبي يجين سميجن غزو ذكريفيين خاصة وانيا سما روقت كورونا وميش جاي وذان اختصناص عقود من الزمن غوم كارو يسمح ذي سندرن تندانيتا كذلك انفضح ما يسمى بالبنك المغربي للتجارة الخارجية يعني البنك وثينا اثن نفضح سما ما دمنا احياء ونتتار كذلك دائما وابدا وللمرة الالف زقريفيين النخ السحب من 8 سن قاطعا ربان كوثا واضعف الايمان خميغه تاوحم كسين 22 غاوم ذي ندير بان كو كسيد بو 22 نوم السنيتا واضعف الايمان يثما ذي السماء سي وضع بعدنا غلايفا من نقاسي وضيت غي وذا النغنيه سما اتوض رشك غاكيري رجع اتسفهم اتسفقد اي ثماش ذي السماش يتعرض سمى للنصب والاحتيال من قبل المؤسسة فينا ومقال المؤسسات سمى الأبناك من المستعمر المغربي ما مش للناس ما يتوسن مؤخرا خل أبناك المغرب خاصة ذنيتا ذي الشتات وكذلك ذي عريف سمى إجن أزمة ذي جيف يعني خانقة أواني وميوض المستعمر أذبلعن فروع عدة تصن فيليال إبلعن على المستوى الأوروبي وكذلك على المستوى ناريف وبالخصوص مدام أورنخ دي أوروبا نسوار باللي التص والتصن الفروع من البنكوات المستعمر أمغربي
ذلعن في ورنسن مؤخرا او ذلعن اثني قال قال باللي السبب سما ذكرونا لكن الشنقة وجب السبب ذكرونا المؤسسة ومقان التجاري وفبانكي توسنن سما نقطع تبازي المجموعة المقرنين الأبناك ذي المغرب فعلا سما سيخفنس عن الانخفاض المهول يغير قفن الأرباح الناس ذوك سقوا سوا والمؤشرات تبانتي ذوك زين أمزوارو وسقاس من 2020 أنه سما أزين من الأرباح إذا سينقسم مصرف المغرب البنك من المغرب أنقران فوض الخسائر الناس غا 41.4 ذمية مقارنة إيكو سقاس يعدان يعني أزين من التمنيات إذا سينقسم للبنك المغرب باش تسلم ريفيا ما عليك تسلم القوة نوم ما عليك تسلم الجديد هوام ما عليك تسلم من زمارة الجم لكن عاد تسحقا ميخفن وم تسحقا ميخفن وم والسين مشي اللي غاوم يجي القوة خارقة وباش تسلم اللي غاوم القوة خارقة قاكني وذي يوان إني غضر نصبانيو دقوان وارتو غيت عطابا من أكبر القوى الاستعمارية للعالم غضرن تيريفيين سوم جاد الكلاطة إذن ونتا الدليل القاطع باللي ما رنقس نق نزم على نق وقوم ثانيتا غاس فوس غيريفيين خاصة إيريفيين إيدي جبذن 8 سن إيريفيين ويقيم بوس كان 8 سن غا أربان كواث من المستعمر المغربي إذن نفس الشيء البنك الشعبي التجارة الخارجية لدينا البنو كينا نيخ الأبنا كينا اضطر أذب اللي عن ما مش نيخ الطاس الفروع كذلك اضطرنا ذا الزرنخ والطاسي خدما ما غالي أنه خاصة بعز كنت ما يسمى بالتقاعد المبكر ما غالي أن 8 ريفيين الحمد لله أخيرا عارفي بدا يتفقى عارفي يبدا يتسن العدو والناس عارفي بدا يتسن يعني أخذ البداية ولكن قي على يقين باللي منيا أذمغى أذياني أرغى موضا نحقق جن مبتغى ضم قران نحقق جن الضغط رهيب خل المستعمر المحتل أعلوي الغاشم المجرم ذي نفس السياق تنشاد جن كانت وكالة موديز ثاني تاديج الوكالة تصنف تقسم مثغور الخدمات الأموال الاستثمار ذي العالم وانتث المقر سنترو من نس نخت سنترال النس قد ذي نيويورك وميريكا تناديج الخبر أن ربان كواثي مغربيا تدارن إجن أزمة عجز فوض ذو قزين سما وسقاس نقزين عام وسقاس من 2020 غا ما حيطاش ما 19 رجع الصراحة ما حيطاش ما 19 ديمية يعني ننشي ونقابو 19 يعني غا حيطاش يعني العجز ان 11 ديمية مقارنة تاني وسقاس يعدان ما يقابل للأبناك ينقصاس الرأس مال النس الإجمالي مقداره 11% كما أنها وظن تسمى الديون ما يسمى بالديون المتعثرة 12% حسب نفس المصدر وأنه يقال موديز كاربيرايشن ما يقى باللي المواطنين وزمان أذارنا ما وسنسن إسين زيربانكو ذي نفس السياق تدارنت الأبناك المغربية سواء ذي عريف ذي المغرب سواء دانيتا ذي أوروبا إجن أزمة سيولة مهولة تعود أساسا ونيتا ذي القراءة النخ انتومت إذا يعاون غا الموضوع ثومت عزيز إلى المقاطعة ذو سحب التمنيات يجب ذن إريفيين
ومانايا يوض سما المسحوبات المواطنين يوداني دي جبدن 8 خلال النصف الاول من سكاس 2020 الى ما معدله 12 مليار درهم. مانايا يجل ابناك وكذلك بمباركة البنك المغرب الحكومة المغربية اتسمنع يوذان وذا سنتي شبوث نعاشين سويني مرة تلاحظ ميجن حاجز يوذاني غاد جطة سنت نعاشين دير بنكا وتروح نجب ذنتين عاشين وقنا سنتي دكشن إذا نتادف دي الإطارة وا وما رخص قال السد سخثم واحد مثلا سكوا 500 مليون يقارش التويد والنوم يخت والنوم يت والنوم يخت الصغل أسن السعدون الشين 8 زير حساب النش غير حساب النس يعني 8 و... لأنه وغاس من داش غيكش إتي الشاش الأرقام وا 8 و ذين جينشات 8 يسيد انتي دو عالوي أقاينت دي بانا ما تعمت أقا تقنت سما تقنت الناس وني الدوجشنت على أي سما الخلاصة المسؤولين المغربيين نخ الاحرى المفسدين المغربيين قال باللي الازمه يتا ازي تعاننت الابناك المغربيه احقق غاس العلاقه اقوى باء كورونا اقريرشن كورونا لكن شن سن ان الازمه اذي وضانت الابناك المغربيه وغتجيشا يعني الجديد وغتجيشا قبل كورونا قا كورونا غاس تشوها لكن ما نيق يعود الى عامين 3 سنين قبل واخا المهم ومرا سبب من الافلاس كورونا نشي نقارس واخا كورونا يا ريجو خارق ضوء قران ديال العالم نقارسي كورونا الله يرحم الوالدين اش محفظ سي رب العالمين وماذا تحقد من وين حقق نشي ندي 70 سنة واخا في اطار سما لان الموضوع هو ليس المحاور المحور مزوارو يعدو رخو انتقل غا المحور ويسنين المهم في اطار يمخون باريت الدار انتر بنكاوات وعلوي مؤخرا وما دام سما المصائب ممشي قوى عرب لا تاتي فرادى فلقد نزرع يجن خباري ضنات نيخ فاريض ضنات نيخ 3 ايام قبل ان الشرطة 8 ذي المصلحة الدرائب ذي روستن تمدينة أنتويربن هجمن خل البنك الشعبي من ينسي وردخص نعملين 3/6/10 أوانس أدي اتضح أن وجيش البنك الفرع من أنتويربن واخ يقع الهجوم إنما يقع الهجوم هو التصل الأبناك على المستوى بلجيك ومن دغد يوظن مثلاً وكالة ميدي وكالة مولمبيك سان جان وكالة أنتويربن والسبب طبيعة الحال يقال أنه تبييض الأموال الاحتيال الاقتصادي الممارسة الغير القانونية إساءة استخدام أصول الشركة من أي أن يخفض مارس تعرف لأن الصراحة وفق بوي ورمش غنيني استمازيخت ويقال أنه ذي التحقيق وان يخذق الهجوم يجين البوليس غذا آخر إيسين رؤساء الوكالة يعني اتصل رؤساء الوكالة إسنتن إسن كذلك المدير الفرع البلجيك بعض المدراء إسنتن دي التيارة من قبل الشرطة الفيدرالية وكذلك وشان نخجي المصادرة مرة كمبيوتر دنسن طبيعة الحال وميدن الساس رخبايا ذي النير بعض ومين انشاء ناناشا سيديقة من تقام مويد جي قانو فغا كمبيوتر وانو في رديج الموقع السيور تخاص ما يزدهم ديك رخبايا يو ذا نينا يو يومين رخبا إذن كشا لسبب بسيط ما غا أنتويربن ورديج وخاص دي السيور السيور تخاص سما عصابة دوسلدوف أخمي ذا تقاني وذانا ما مجاستك يمكنني واسحاب دوسلدوف كشي ما غد رخبا أنتويربن خرخبايا خصها تدينير مقدم من أنتويرب يعني ما دام دير مقدم دي أنتويرب القراسي تجر مفتاح ما تنفذ ما وتنفذ دونك نتي خصها ديك كش الخبايا كني وسحاب دوسلدوف العصابة دوسلدوف وكني وديوين غادو غا أنتويرب دوات السبب إذا يمكن ومن شاوم إذا سند الناقة وديك هذه المداهمة إلى آخره المهم
تسمى القراءة النخل المتواضعة حسب المصادر إذا نضيوظا من الجين البوليس نخ الشرطة أذهجما خل بانكا وثا أنتو يربن أولا إخسان السنجن حاجث باللي يوذان يخدم دي المخدرات خاصة المخدرات الصلبة الكوكايين الهيروين إذور نارا وذجيشاد هولندا إكجاند المركز نخذ المعقل لا من يدور عند المعقل على المستوى الأوروبي هو يعني ذا بلجيك خاصة رموية أنتويربن ثاني تا ويس واحد يعني 8 للإحتمال ذو قران ترح سروسة تنت دير بانكاوة من غير الجنيو ذانا أدساس 8 سن دير بانكاوة ما يمي أدو مين يخ ما يمي من زين أواني أمي إسبانيا بالله عن الحدود إيجو في ثار يوذانا يخدم سما الكوكايين دي أوروبا تغس كانت 8 سكان 8 أمي ينك سن سرعة توارا من ينك سن من الحوايج سانيتا زي أوروبا غياريف يني مخياز زي سنك سيكي سمري ما يعوح 300-400-500 أورو يسقوضيت غير بانكواث وعالوية دورك نهارا ومي غاي بلع ومي غاد بلع سبانيا يوذاني وقيم بوسك السين 8 لأنه وطاويح نشاء ما نيجي الجاي وذاني خدمن دي التهريب الدولي قطوين دي سمى الملايين الأوروهات 8 نقي من أسن تقزد جيف ما ينتغيوين وما رد فهم سما من يتأكد المانية أن هولندا نهار نوا وفن خفنا ذمو فين غاسة 4 مليون أورو ذي تدار دربز 4 مليون أورو ذي روتردام الفاري جنس طوموبيني دار تير 20-500 ألف أورو داري تيت زي جداج باش هو غاس تطفل ومي غاس غياح نغاثة دات وفين غاس 500 ألف أورو نغني قسميني على 1 مليون أورو لقى مليار إذا 8 شطنت 8 واجي ما يسغفون تقى كورشي بالله إذا ليو جرينا وزماد غمانا الجنتين عاشين دي توذرين توقذنا خاص ندي هو المخزن إذا مين غق تراح نغر بانكا واتسروسان 8 رخوثة مما يمي السلطات البلجيكية هذه القراءين المتواضعة يمكن واتيريبه صحيح ولكن شتواريخ لنيش النسبة الطبقنا تتيرينيش إذا مين يوقعان يوذان أينا يخدم نسمى التهريب فهم قران 8 قواز مالك 8 دير بانكاوات الأوروبية سنين ما ينتوفيد ووذ نشغل الثقافة ذا احنا مو ذا زمن ذي باناما ذا سويسرا ذا زمن بانكاوات مجلسيتك محمد العلوي والسنين دورك من تقان سكي محمد العلوي سكسي أيومين ذا الشريفة سكسي ويومين ذا أبو لهب ذي غبة 8 إذا دول السبب ويسترى ثمين يتأكد المنايا يضايد رخبة سما من مصادر موثوقة أن سما المخابرات البلجيكية ثوض سما في إطار البحث النستازوث أضطفنج الشبكة الطم قرانت ذي بلجيك دورك ذي الاحتمال ذو قران ومغقن تحقيق إيك الشبكة يتا أعترف الناس باللي 8 قنت نذير بانكاوات إذا ترثي الأسباب إذا ومدك شيخ رزق انت غوايا ويام كور السبب يتعاون السبب كور السبب يتأكد الآخر يعني كور القراءة تأكد صغوري النغني دونك نشتواريخ المانايا يجين ممجس قان سمات السلطات نيخ البوليس نيخ المخابرات البلجيكية أذق تحمن ربان كواث من المحتل أعانوي إذن المانايا نتتاع زي السلطات الهولندية غادي نخدم ثراني اثنين نتتا زي السلطات الألمانية غادي نخدم ثوراني اثنين لأن الملايير نت 8 نش 8 ما عليك تواريخ تاعها تغش ينفع ما عليك وانت تواريخ تاعها تغ محمد علوي ولا ما خاصك تسيورخ ولكن باش نتسديو علوي أي بوج أضر فضيحة الجريمة جريمتين تشاذيين تو إذا سي المجرم يشنق المهم مهم الفضائح الأبناك دائما دي الفضائح الأبناك نسيور ذي من يعذان دي الخروقات ننب اللي سمع كانت الفارينتين الخروقات هما البنوك العلوية
نهار هذا ما نعاودوش نتحاجيت غريبه وعجيبه ربما ضرب عادي نيوذان ولا يتقين شاف لكن قاغوام تق ثيين من ثيمين دوم تعود خمو تيذت الحقيقة 100% إيش انت ومات ذاري فيه إتيري دي وجدة ذي نيق مغادي مهم إتيري قولي مان ولكن متعوحن بباس انت زيجيت الحسيمة يو يواغا وجدة ذي نتعيش دي وجدة من دا سيوقع عارف يوا زقليمان يقع تعود شخصيا وللأمانة التاريخية تحمل خديس كامل المسؤولية ذي من غيني غمو ومنايا أوريخ حرفيا باش وتغليط خديشا موار يقابل لي تغي سكياس يجو ما سيقيم ذي وجدة ودو سيبوغا أوروبا 200 أورو إشهار سحس مليح حيريفيا عازم ثلاثة شيفنو 200 أورو نير مكورشها إسكا يستي وماس دو ماس دميس مباباس دي ماس البوبري تيري دي هادي طا دي وجدا وغاز شاي إسكا يست مكورشها جبذن سمي قاس مجلس قانا سليمان دا دوا أوف تخاق يعني جبذن نيت مكورشها أمثى الداخ متخطص تداد قليمان مكورشها تكسن وجبوز شكورة ما تحت السكن ما نيت تكيسن تقالس مكورشها نخا أجبذن تمنيت مهم الرئيس هو ثوما توا إسكياس 200 أورو يوما سيكاس سما دواء أو فتخا الناس باش غاني نيرا سوينا الصراحة شن لغة مغنية نكورشها سكان 200 أورو يتعدو غوماس يمكن عام يمكن عامين يمكن ثلاث سنين يسبد ويقيم شي سكياس يوما 200 أورو وما سن يمكن يهور مليح يمكن يقال لاباس شن حاجة يسبد 8 نيوا ما مجاش قانا أثار سوا سما دير عقر الناس 8 وقيم شتا حنت غوماس صافي بدنت مين يوقع يويدي جلمود دا يروح غا وجدا يروح غا وجدا يمكن يكون 3-8 غاز دير بانكو وليتا البنك الشعبي ها ومي غيكون 3 السفر دا مجلس قانا كونتو اوست سوق وني ذي غزال مين يفرون 8 مين ديوثن مين يوقع يوفاديني 6 شهور كاروت وما سني عادي كسي 200 يورو مين يقير وحغا وماس إن سذا ومات واش تكسي 200 يورو يشعى إن سو ما سني لا إن سقر خوشة 5 شوها ما 6 شوها ويسيخ شوها قوة تقيم شاس كذا يتصاف واني يوفيت شكي ناس ما يتحشخا في وما ما يتقصاها في ما يتشعى ما مين هي مين يقو ذا رسني يعدو غير بانكا واني البنك الشعبي دي الفرع دي ماني غاسر حساب دي وجده السلام عليكم السلام يا صديق قال فاخ جيخيج الكونترول الحسابي نغاوم ذا وفيخ قال شو ما وقيم غوسكي غاسين عاشين وما سقسيختي ني قوا كسي غوسن عاشين وخوم كسي جا كني واحد كسي 200 يورو قرخوس شو 1200 يعني مليون و 400 ما مجلس تقيمي مانايا مهم بدا غزان قويا ويا توحدا غتنعذر الغزان غادي وشا يعقب غاسن فاوا وشا 3 ايام تقناس اللعباني باش هذي دارنا في السكن غا اوروبا ايوا تحس مليح وي ويستر تيام عفوا سمي دا يحصل ده هنزا ويستر تيام مين يوقع يروح غاسن يمارغا يعصب الناس نهارا غا داروينا غيما هم ذانيتا الناس يوني الناس قا نهارا غا نفك منايا ومي يوفاوني صافي بنادم يكعاوي ويتويري ويتسري هو دغات موعد الناس عشي عقبت غاريا الناس ايو الناس عشي عقبت مين يوقع وني ويومي نقارس تحقها في حشن ثاني انا غدا قشن الكارثة يعقب غاسن غو عشي ما يثما مين يوفى مسألة سما يمسريين خطار يوفى مليون ومئتين نير يسيتي ديو في تخكانتوا يخضر يوفى 8 دينية الناس منايا أبيست كين 8 ثلاثة وغاد قاضي والو رخو الناس اللاحقة غزا غزا اللعابي غزا الاستحمار الاستبغاد الاستغبال وزيد على راسك الناس حكا قاتو غنكسي ثنت النيث تو غنتراجع عدد ياسو ماش الناس نتنوكش تفهم مش الحاجة نشوا فيه مخوالو قاني سيت 8 ثا نخمري ثنت
خمر انا ستنتي وباس اغزاي المنطق اغزا قال خمر ستنتي وباس خبيت غياس ستنكش وكني وست شوار خو ستكشي من ميست غاتكشم مهم ذيني بلع الحساب النين الناس ما هي الخوش شان 6 سنين ما 7 سنين قبل الحيره مهم يا روينا هذه الشغالي بلع سنتي مسرعين الناس قا كني واد 70 كني واد المجرمين دي قتارن سما واد هما جارح مثل الشفقه يبلع منايني ذاني تا ميني توكي يعني كسيت منياف تشعنا شتنت تخمر انتنت مرشك توشيد كيف سنت تروح تسكال خاسن تغوي فاشيني نقاينت وخاسن تسكال وتغوي تسقال قيروح انت خاصة خاصة سما إجن حاجز أن التصن يوذان سما خاصة يوذان أوروبا وتكون تران بوذين 20 سنة غاسن الثقافة أن التقة ندير بانكا وظليمان العلاقة ظليمان هولندا يعني دي جن دولة دي استقلوش تشات غير سنة المغربة مني دي نجن حاجة تنغني كذلك هو سما الحجة جني يوصورة أني التصتيري غاسن حساب البنكو واتشين ليث مغاثن سن ليث عوان سن سنو فانوا ينقين ديسن غزو وسن المناسبة يعاود يسمعو إجن تومات 8 باباس وقينا السن تكشنا ناس قيعدو خاس المدة شمانا يا والسين الصراحة 8 باباس يموت ومي غيروح لنا ناس ودي 8 قوادة جين شاوز ماش تنقش قيوك عاسن تتقادوم واني توسين خما ذا حدا ذا يأكد مانا يا من لا ولكن ذا يعاود يتبنى ذم ذا يستيقى 100% وزما زما خسما أداوي حتى بنادم النيس ما دوم دعاو الخوار خاس يعني يجوز دي السياق وعوخا أي ثما مش حاري ريفيين مش حار تريفيين أمي وشان تربانكا واضح الملايين وربما الملايير التمنيات إذا أمي وشاء وحوس المستعمر ذي المؤسسة سن وزي سنت المؤسسة المستعمرة علوية أما يني خدم نسمى ذي تحشيش يني نيك سياسة ناقرة يتويثن غير حبس اثنين مهم نوض عن الجارو من الموضوع